تقول فائزة جبريل من ليبيا، أختنا تقول هل يجوز أن أقرأ القرآن على شخص حي وهو لا يستطيع القراءة كالوالدة مثلا وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ هذا شيء طيب أنها تسمع القرآن لمن ينتفع به، والقراءة عند الحضور ويسمعهم القرآن عمل جليل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا من أحسنهم قراءة أن يقرأ وهم يستمعون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. قد استمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ابن أم مسعود وقال من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، استماع القرآن والإنصات له، قال تعالى وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءتك على أمك وعلى من يستمع إليك ولو كان قارئا ومجيدا للقرآن فيها فضل عظيم، لا سيما وإذا كان المستمع للقرآن يستفيد من ذلك بأن يحفظ شيئا من السور أو يعدل قراءته إذا كان فيها خطأ. فإذا سمع القراءة منك حفظ ما يحفظ من السور، وإذا كان يحفظ شيئا وعليه ملاحظات فإنه يتنبه لتعديلها. في استماع القرآن وإسماعه مصالح عظيمة، لأنه كتاب مبارك، كتاب عظيم، تلاوته واستماعه وتدبره والعمل به كله خيرات وبركات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.